السلام عليكم to everyone. It is me, Dr. Muhammad Osman Abdullah, from Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, Sudan University of Science and Technology. I am the instructor of this course, Mechanical Engineering Design, for this semester, February 2021. Please be noted that all the material of this course, the textbook, the lecture notes, and all the related material will be placed in our classroom in the module platform in the website of the university. So please check out from time to time so as to be updated with any activities there. All the recorded lectures will be placed in my YouTube channel, and the link of the YouTube channel will be placed in our classroom in the Moodle platform. So please follow my channel so as you will be updated with any new lectures. For today, our first lectures will be design of springs. So this is our topic for today's lectures. Let us see. What is a spring? The springs are very important members in mechanical systems, and it is widely used in everyday life of mechanical engineers. If you want to define the spring, we can say that the spring is an elastic body or elastic member whose primary function is to deflect under load and then recover its original shape and position when the load is released. Okay. Izan huwa ibaran udhu marin مهمة بتاعته الأساسية أنه إذا سلطت عليه قوة بيحدث له ديفليكشن أو شكله يتغير، طوله يزيد طوله ينقص، ومجرد ما ترفع منه القوة أو التحميل يرجع لشكله شنو الطبيعي. طيب the springs normally are either used to connect to part, okay, to part by a flexible joint, يعني connection between two parts يكون عندك عضوين وعايز توصل بينهم بشنو؟ بوصلة مرنة. مثلا أقول لك إذا عندك مثلا في العربات عندك محور العربية تحت الشايل المركب فيه العجلات، وعندك الساسة أو البودي بتاع العربية ككل. البودي ده أنت عايز تحطه على المحور ده، أوكي؟ هتحطه على شنو؟ هتحطه مباشرة على المحور؟ لا، ما قال نحطه على المحور مباشرة، بنجيب سبرينج، نحط السبرينج في المحور ونحط البودي بتاع العربية على السبرينج، يعني العربية كلها بتكون مشيولة على شنو؟ بتكون مشيولة على الياي. ولو خدت أحمال، يعني عربية لو شايلة 20 طن وخدت 20 طن بتكون شايلات كلها شنو موجودة على شنو؟ على هذه السبرينجز. أوكي؟ وهنا الوصلة بين البودي بتاع العربية والمحاور دي تعتبر وصلة مرنة لأنها شنو متغيرة، يعني أنت بتضغط وتتفتح كده، فهي يسمها ممكن تكون وصلة شنو؟ نوع من أنواع الوصلات والوصلات المرنة. عشان كده لاحظ السبرينج ده بيحمل قوة كبيرة جدا جدا ومهم شديد، فيجب العناية به بصورة خاصة يعني. وبرضه مهمة تانية to exert force or torque on an element، يعني ممكن شنو؟ يعني يقوم يسلط لك قوة على عضو معين على طول. مثلا أنت عندك عضو معين تقوم عايز تديه شنو؟ قوة على طول، يكون مضغوط بقوة معينة أو تورك معين، عزم معين. فمثلا إذا أخذت مثلا الفالفز في الإنجن هيد، سلندر هيد في العربية، المكنة راس المكنة إذا فكيته بتلقى أنه في البلوفة العادية بتاعت العربية
These valves مقفولة دائما تلقاها شنو مقفولة ومقفولة بقوة عالية جدا جدا. القافلة شنو القافلة؟ السبرينج. يلا السبرينج هي مسلطة قوة على هنا وقافلها، يعني انت ما بتقدر تفتحها الا تسلط قوة عكسية ضد السبرينجز. فهي هي exerting here force on an element here to absorb energies. مرات يحدث ليش شنو يحصل؟ observe للenergies. اوكي يعني مرات انت في انرجي معينه كده اذا كان في شوك على ما على جاء المكان والكده يعني على ل ل ل عندك آلة معينه وبعدين في قوه معينه جاي انت متاكد انه دائما بيكون في قوه شوكس، فانت ممكن تخط السبرينج في النص على اساس انه يعمل ابسورب شنو لهذه القوه، يعني يمتص هذه القوه على اساس ما تنتقل له بهناك قوة كاملة أو على الأقل يوزعها، يعني ما تنتقل كدفعة واحدة. أوكي؟ ف وبرضه ممكن أنت تخزن فيه يعني طاقة إنرجي، يعني مثلا زي الظهرية بتاعت العربية. أنت مجرد ما تفتح الظهرية بتلقى شنو؟ تفتح بالمفتاح كده طوال بتلقى شنو؟ الظهرية براير ارتفعت لفوق. ودي عاملينها ليه مخصوص؟ لانك مرات انت عايز تاخد حاجه وتكون شايل لك حاجه، فبدل ما تقعد ترفع الاثنين ترفع ده وترفع يعني انت تفتح الظهريه ولا تكون شايل الحاجه في ده. فبتلقى انه اساسا عاملينه على اساس انه لما تكفل الظهريه بيكون خزنت انرجي شنو في السبرينجز، في سبرينجز فوق بتلقاها في الوصله بتاعت شنو مع المفصل هناك بتلقى في سبرينجز، ونورمالي بيكون شنو اللي هو سبيرال سبرينج. اوكي بتلقاه خزن شنو انرجي وات ايفر ات از نحو يعني بغض النظر عن شكله شنو، لكن هو في النهايه سبرينج بيخزن شنو انرجي وبيكون مقفول هو مخزن انرجي. مجرد ما انت تفتحه بيبدا شنو يرفع الطحريه شنو لفوق ويعني ريكفر ذات الانرجي الاصلا مخزنه. اوكي عشان كده السبرينجز في حاجتين اساسيات يجب ان يتوفر في هذا شنو السبرينج. فالسترينجز لازم يكون قوي ولازم يكون فليكسيبل. القوه او المتانه بتاعت السبرينج ضروريه لانه مرات فيه بيحمل احمال قويه ثقيله جدا جدا زي ما قلت لك، اصل العربيه الحمل بتاعها كله على السبرينجز او اي شيء اللي في النهايه هو متعرض للود، فيجب ان يكون قوي ويجب ان يكون فليكسيبل مرن لانه اساسا بنستخدمه يعني احنا من اجل هذه المرونه، يعني اساسا ما بتعمل السبرينجز الا ان احنا عندنا غرض في شنو؟ في المرونه دي. اوكي؟ فالاثنين ديل مهمه جدا جدا لما تيجي تعمل اي ديزاين لسبرينج. اوكي؟ طيب okay, this is type of springs. There is many types of spring here, but this is the main ones. You'll find them in everyday life. This is we called it a tension spring. A tension spring always will be will find it close. These coils will be close to each other. يعني الملفات دي تلقاها ملتصقة مع بعض. المسافة بينهم بيكون شنو؟ صغير جدا جدا او حتى ملتصقه تماما، بنسميه التنشن سبرينج لانه اساسا هو انت محتاج القوه اللي بتسلط فيه هو في التحميل الرسمي او اللي انت مشغله من اجله هو لازم شنو يكون مشدود. This is a compression spring. الكومبريشن سبرينج بتلقى شنو؟ الملفات بتاعته دي بعيده من بعض، يعني بتلقى في فراغات بين شنو بين الملفات بتاعته. ده اساسا لما تيجي تستخدمه هتضغطه، عشان كده هو بيكون شنو؟ كومبريشن سبرينج. وده اللي هو التورك سبرينج دي دايما في الحاجات اللي بتفتح وتقفل زي الابواب مثلا، يعني مثال بسيط يعني ممكن لو عندك زي باب وكده ممكن يكون الشكل بتاع شنو بالطريقه دي. اوكي فده التورك
يسلط لك شنو يعني قوة زاوية اللي هو في النهاية بتطلع هي التور، وده عبارة عن شنو سبايرال سبرينج اللي هو شنو النوع ده هو حلزوني كده وبيشتغل برضه بيسلط تورك عزم، يعني انت لما تسلط عليه وتكفل الحاجة بعد ده شنو يعني هو زي بتلف انت بتلفه زي المتر العادي ده، المتر بتاع القياس العادي، الساعة برضه مرات بتلقى فيه حاجات زي دي يعني. فدي نوع من السبرينجز، وده برضه نوع من السبرينجز اللي هو الياي المفتوح ده الليف سبرينج اللي هو مستخدم في العربات. فدي كلها انواع شنو من انواع اليايات، فممكن عادي شنو وبتلقى انواع كثير يعني من اليايات الصورة دي. اوكي طيب the spring function spring are usually required to perform many functions. Here are some of them. It is not all of them, but it is some of them. To apply force and control motion by maintaining contact between two elements. يخليه two elements طوالهم في متلصقات مع بعض البعض، وده بالتحديد في شنو namely cams followers cams and followers، يعني هسه لو شفت الكام شافت الكامات والفولورز اللي هي البابتس اللي قاعدة فيها طوالي في الكامس اللي هو دي اللي بترفع البلوفة، بتلقى الاثنين دي اصلا ما بيتعزلن من بعض، دايما بيكونوا في كونتاكت مع بعض. ليه؟ لانه في اي ضاغط عليهم خالص ما بيكون في فراغ بينهم، على طول قدر ما الكامة تتحرك التابع بيكون لصق معها التصق معها تماما. الجفرنرز الجفرنرز كلها برضه شغالة بكامس كده، ممكن اي واحد ممكن يشوف الجفرنر بتاعت الديزل جفرنر بتلقى انه الكامس الجفرنرز برضه فيها سبرينجز، ودي برضه شنو بيتقلب في منتين كونتاكت بتوين شنو تو المنتس. عن اي سي انجين فالفز اللي هو انترنال كومبشن انجين فالفز اللي هي زي ما ذكرنا قبل شويه الفالفز بتاعت الانجينز، برضه دائما بتخلي ان الفالف يكون دائما في كونتاكت شنو مع السيتس بتاعته قافل على طول. طيب الفانكشن الثاني تو كوشن ابزورب اور كنترول انرجي دي تو شوك اند فايبريشنز، يعني ده اما يخمد او اللي الكوشن تخميد يعني زي المخده تخميد، ابزورب يمتص او كنترول او يتحكم في الانرجي الجايه نتيجه للشوك والفايبريشنز، يعني لو في شوك of vibrations على من قوة معينة أو من جهة معينة على الآلة بتاعتك، أنت ممكن تجيب ال springs على أساس أنه شنو to absorb ال اسمه شنو الشوك دي. أوكي ودي وين بتلقاها في الأوتوماتيف أوتوموبيل سبرينجز اللي هي اليايات بتاعت العربية الكبيرة ذاتها القاعدة في المحاور بتاعت العربية دي، والجسم بتاع العربية كله يكون قاعد شنو ده على أساس أنه يعني يحميك من الشوكس، لأنه أنت العربية لما تكون ماشية بتكون ماشية في حفر، فاللساتك دي دايما بتقع وبتقوم بتخش في الحفر وبتطلع منها، وبيشوف مع السرعة العالية يعني العربية بتنزل واللاستيك بينزل ويطلع ينزل ويطلع كده، فدي عبارة عن شوك. الشوك دي لو ما عملت يعني حاجز بين اللساتك دي مع المقاعد بتاعت السواق او الناس الراكبين او حتى لو بضاعه، بتلقى ان الشوك دي كلها هتنتقل وين؟ هتنتقل للباسنجرز الركاب او الجودز او البضاعه الموجوده فوق. فلو في بضاعه بتتكسر لو في زول راكب ما بيكون مرتاح اصلا، لانه دائما بيكون يتخيل يعني انك انت دائما بس نازل وطالع نازل يعني كركبه شديده وبيكون فيري هارت، يعني القوه ذات اللي بينزل بها العجل انت بتتاثر بها هناك، فعشان كده بيجيبوا السبرينج ده كوسيط هنا بيكون بيخفف المساله دي، بيعمل ستور الانرجي بيعمل لك حبه فايبريشن بسيط على اساس انه شنو
الكمفورت يعني بتاع الباسنجرز او تو بريفنت يعني دامج للجودز او البضاعه الموجوده في العربيه. برضو الاير كرافت لاندنج جيرز اللي هي دي الاير كرافت لاندنج اللاندنج جيرز دي اللي هي العجلات بتاعت الطائره معاها الميكانيزم بتاعها كله ده بنسميه اللاندنج جيرز. فالاير كرافت لاندنج جيرز برضو بيكون فيها شنو؟ فيها يايز فيها سبرينجز لانه الطياره دي لما تيجي حاطه كده بتضرب على الارض، فبالتالي لو ما في سبرينجز المساله دي يعني هتاثر على البود بتاع الطياره والباسنجرز الراكبين فيه في الطياره برضه، فلازم يكون في يا هنا الريل الريلوي بافرز دي بين العربات بين اي عربيه قطر للعربيه الثانيه بتلقى انه في ياي في 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 المحل اللي بيربط فيه الشنكه اللي بيربط الاثنين دي بتلقى شنو؟ ويل فايند ذير از سم سبرينج على اساس انه يكون في شنو الضربه ما تكون يعني العربيه لما القطر يجي يتلصق في الثاني بتلقى انه شنو في 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 سبرينج يعني بعمل دامبنج ابزورب سم انرجي ما ينتقل للعربه الثانيه يعني اوكي. ان فايبريشن دامبرز فالفايبريشن دامبرز دي في موجوده في 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 اي محل فيه فايبريشن بتلقى شنو يعني زي لو عايز تركب مكنه سايق مثلا مكنه في مبنى فلازم تحت مثلا تجيب ناس المدنيه تقول لهم يا اخي انا عايز اعمل ليه بيز مش مرات الشغل ده مره يكون حقك انت كميكانيكي كيف انك تعمل ايسوليشن يعني تحط المكنه بتاعتك دي على سبرينجز لانه مكنه دائما لو تكون متحركه وفيها هزه شديده الهزه دي ما تنتقل لشنو للبيلدينجز فده انت بتعمل دامبنج للفايبريشنز يعني من المكنه ما ينتقل للبيلدينجز او المباني بتاعتك لانه لو انتقل ركبت المكنه عادي على الاسمنت كده سايد كل بعد فتره بسيطه بتلقى انه الحيط بتاعتك كلها اتشققت يعني اوكي فلازم تعمل شنو ده مثال واحد يعني ممكن تعمل شنو فايبريشنز فاي جسم فيه فيه اهتزاز لازم يكون فيه شنو تعمل سبرينجز على اساس انه يمنع هذا الاهتزاز ينتقل للاجسام المجاوره قصد للاهتزازات كبيره. تو ميجر فورسز برضه من مهمه السبرينجز انه بيساعد في الميجرنج بتاع شنو الفورس او قياس القوه. السبرينج بالانس زي السبرينج بالانس اللي هو ال 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 الميزان بتاع السبرينج العادي ده الفيو ياي اللي بتعلق فيه مش الميزان بكفتين الميزان الثاني. This is a spring balance فيو ياي يديك القراءات على حسب الاستشنيد بتاع السبرينج بتاعه اساسا كاليبريتد على اساس انه شنو وجنبه في سكيل ممكن طوالي تقرا انه الوزن كم وحتى انت بتركب فيه ده برضه فيه مؤشر رجلينك السبرينج يعني الوزن بتاع الوزن بيقول لك عايز توزن نفسك تركب كده برضه جوه في سبرينج يعني اوكي المترز اوكي المترز العدادات حتى العدادات اللي بتقرا القرايات العادي دي حتى لو مشيت خشيت في العربيه بتلقى في الداشبوردز بتلقى العدادات اللي بتقرا المؤشرات دي كلها في النهايه بتلقى فيها شنو؟ فيها سبرينجز فيها يايات على اساس انه ترجعها شنو؟ للزيرو بتاعها بعد ما شنو؟ تقرا. ان انجن انديكيتورز اوكي هذه ذات الانجن انديكيتورز قلت المؤشرات بتاعت الاسم شنو دي؟ برضه من المحامة الثانية الرئيسية للسبرينجز هو الستور انرجي زي الكلوك يعني انت زي الساعة تتذكر الساعة بتاعت الحائط الزمان انت بتكون بتلفها من ورا قبل ما تجي بتاعت البطارية دي فانت بتكون لفها شنو من ورا حتى ساعة اليد زمان انت كان بتلفها كده كل 24 ساعة انت شنو بتلفها لما تلفها كده بتشحنها تقول لك امل الساعة لما تملاها انت بتكون ربطت السبرينج هون نوع شنو الحلزوني بعد ذاك هو شنو كل مرة بيحل نفسه حبة حبة إلى أن شنو يخلص بعد ذاك تاني ما حيشتغل الساعة ما حتشتغل تاني حتبدأ شنو تملاها شنو من جديد فالتويز الألعاب شوف على العادية العربات الصغيرة دي زمان في عربات برضه هسه شوية يعني اختفت الحاجات دي بقت هسه شغالة بالحجر البطارية معظمها يعني الحاجات دي لكن زمان أنت بتملى الجيب العربية الصغيرة وبعدين تقوم تملاها له كده وبعد ذاك تفك العربية تقوم جارية بعد تمشي مسافة بتقيف ليه انت اساسا لما تلميتها دي في كان سبرينج جوا وفي الستارترز الستارترز بتاع العربية العادي ده برضو فيه شنو الستارت انرجي حتى لو مش شفت الستارتر بتاع العربية بتلقى فيه شنو فيه ياي فيه اوكي طيب
برضو واحدة من المهام الأخرى اللي هو to alter the vibration characteristic of شنو of a member. alter ال characteristic اللي هو بتغير شنو الخواص الاهتزازية للمنظومات بتاعتك. تغير شنو الخواص الاهتزازية للمنظومة شنو بتاعتك. فانت كل ما غيرت السبرينج ممكن انت تاخد different يعني شنو كاركترستيك بتاع شنو بتاع فايبريشنز. وده طبعا هندرسه في بكثافه يعني في الجزء بتاع الفايبريشنز. وكويس انه انا ذاتي ماسكهم نفس الماده نفس السمستر يعني في الفايبريشنز, فهنتكلم عن ده كثير في الجزء ذاك. طيب ستريس كلاسيفيكيشنز. Springs are mainly classified according to their shapes and the type of stresses that they have to withstand. يعني شنو؟ أنه يعني إحنا ممكن نصنف السبرينجز على حسب شنو؟ الشيبس بتاعتهم الأشكال بتاعتهم وعلى حسب شنو؟ الستريسز اللي هي شنو؟ بتمشي بتتحملها أو بتكون شايلاها داخلها. طيب نشوف نوعين اساسيات من هذه الاصناف. Okay, these two classes are the wear spring. The wear spring اللي هو الويرس اللي هو السيليكا اللي جاي مصنوع من الاسلاك. الوير سبرينج اللي هو النوابط السلكية اللي هو دي الانكلود شنو الهيليكال شنو هيليكال سبرينج. الهيليكال سبرينجز اللي هو دي شنو الحلزونية المعروفة اللي قبل شوية انت كان عرضناها اللي هو زي كويلز ملفوفة لفدي سيليك وملفوف يعني دي بنسميها الهيليكال شنو سبرينجز. اوكي دي سبرينج سلك على حسب الشكل بتاعها بنسميها الوير سبرينج. وفي الفلاد سبرينجز اللي هو المسطحه دي انكلود الكانتليفرز واحده عامله زي كانتليفرز. اوكي وعندك الهيليكال تايب نوعين, في واحده هيليكال تايب وفي واحده برضه شنو في واحده برضه ملفوفه هيليكال سبرينجز. يعني شنو ممكن زول يرجع شنو للصوره اللي قبل شويه بيشوف شنو يعني السبرينجز زي الجبال انا قلت لك ممكن تلقاها موجوده في المترز في المتر اللي هو في المتر اي بتلقى انها هي مسطحه الشكل بتاعها مسطحه لكن شنو ملفوفه في بعض كده زي الشريط يا زي الشريط المسجل الشكل بتاعها كده بيكون ملفوفه. اوكي ده الهيليكال او الليف سبرينجز العربات الكبيره السبرينجز بتاع الورانيه الشاحنات السبرينجز اللي هو دي برضه شنو الفلات سبرينجز. فدي الانواع من السبرينجز الموجوده. الهيليكال سبرينجز نورمالي it is a cylindrical spring having a certain helix angle. الهيليكس انجل اللي هو زاويه الهيليكس اللي هو الحلزوني يعني زي دي حاسه حاليا ما افقيه يعني لو رسمت خط افقي بتلقى انه هنا كويس ظاهر يعني الخط ده ممكن اذا رسمت ده خط افقي كده بتلقى انه الخط ده ماله ده مايل من الافق بكم الخطوط دي كلها مايل من الخط الافقي بزاويه معينه ففي زاويه شنو معينه دي المايلات بيها فشنو الزاويه دي اباوت 10 درجات لكن بتختلف من شنو من سبرينج لسبرينج يعني ما هي محدده بتاع لكن هي في الحدود يعني ما بتكون كبيره يعني دائما الانجلز يعني 10 لو كثير ممكن تصل 15 على كل ممكن هي في ستاندرز بتاع شنو زوايا ليتر اون لما نجي قدام هنشوف الزوايا بتاعتها. طيب the springs may sustain tensile or compressive forces along its شنو axis. يعني لو عندك اي سبرينج زي ده ممكن يكون يعني يتحمل قوه محوريه
along الـ axis بتاعته على طول المحور بتاعه اللي هو stresses. إذا أنت شديته بيكون الإجهاد فيه هو شنو؟ التنسايل ستريس. إذا ضغطته هيكون شنو؟ compressive stress. أوكي؟ فكثير من الـ من البتاع يعني بتكون compressive stress وجزء منها بيكون شنو؟ تنسايل شنو؟ ستريس. بيكون شنو؟ على حسب نوعية شنو؟ الأحمال هو مقفول ولا شنو؟ والمفتوح النوع شنو؟ من السبرينجز. أوكي. They are made of either circular, rectangular or square sections. يعني الكروس سكشن بتاع ده ممكن يكون اسطواني circular. يعني حاليا سلك الكروس سكشن يكون circular. وممكن يكون rectangular مستطيل. وممكن يكون square يعني يكون مربع. لكن طبعا المين اللي هو شنو circular one. يعني التانية دي حتى لو اتوجدت بتكون شنو بتكون بسيطة جدا جدا نادرة يعني ممكن يكون for special purposes يعني. Around wire helical spring اللي هو الهيليكال سبرينج الحلزوني ده which have a wire having a round cross sections دائري cross section بتاعه شنو دائري. في terminologies المفروض نعرفها أول حاجة القطر بتاعه بتاع السلك The diameter of the wire is small d. Small d is the diameter of the wire. Small d is the diameter of the wire. And the capital D is the main coil diameter. الدائرة الكبيرة ذات الحلقة الكبيرة. Okay. اللي الدايمتر بتاعها معقودة من السنتر بتاع الوير للسنتر بتاع الوير ده من السنتر للسنتر عشان كده سميناه مين لانه عندنا دايمتر خارجي من الخارج للخارج وعندنا داخلي من الداخل للداخل كده لا يعني احنا عايزين المين السنتر من السنتر للسنتر دي بنسميها الكابيتال دي فمن هنا ولاحقا اي كابيتال دي هي عندنا الكويل دايمتر والكويل هي شنو اللفه بتاعت السلك الكابيتال دي هو المين كويل دايمتر اللي هو من سنتر السيليك لسنتر السيليك الثاني الجنب الثاني اوكي فدي المسافه دي اوكي والسمول دي هي قطر السيليك نفسه صغيره جدا جدا وبعدين في نسبه بينهم بعد شويه هنعرفها هي النسبه شنو اوكي اي سبرينج زي ده لما تدخل وتعرضه لقوه لازم في البدايه يكون مقفول هو أو السلك بتلفه هنا وبعد ذاك أنت تعرض السلك القوة في النص هنا إما أو تقفله كده وبعد ذاك شنو تعرض الضغط فالقوة المسلطة عليه دائما أنت بنعتبرها جاية شنو في المركز هنا أوكي إذا قايد على الأرض هنا وسلطت عليه قوة من فوق أوكي طبعا من فوق بيكون فوق بيكون ده هيكون الرياكشن يعني اذا كان في اف من فوق هيكون في اف من تحت واحده منهم فورس والثانيه هي الرياكشنز يعني اكشن على رياكشنز اوكي فالسبرينجز بيكون شنو بيحدث له انضغاط زي ده انضغط مثلا طيب نيجي نشوف اللي بيحدث شنو يعني احنا لو اخذنا اي سلك لو ملاحظ القوه دي السلك ده ما متصل مع بعضه السلك ده ما متصل مع بعضه اي سكشن اي جزء من السلك بيكون شايل نفس القوة دي لازم يكون شايلها لانها هتنتقل للارض كيف هتنتقل للارض كيف دي اف دي اف دي ملامسة الجزء ده طيب هنا جات المنطقة دي يعني انتقلت كيف لحد الارض هنا لازم يكون انتقلت خلال السلك ده لازم يكون انتقلت خلاله ولو كان السلك ملتصق مع بعض نقول عملنا جسم صلب وقامت انتقلت خلاله كده يعني لا الان هي بتنتقل خلال السلك ده معناته اي سكشن هنا لو قطعت لك اي مقطع في السلك بيكون شايل شنو في رياكشن فيه مقداره اف نفس القوه دي لو كانت دي 15 طن دي هتكون 15 طن اوكي فبيكون في قوه مؤثره الى اسفل ودي الرياكشن بتاعته الى اعلى إذا الوير في أي سكشن بيكون شايل نفس القوة شنو المسلطة في السنتر طيب دي واحد على أساس إنه يكون في بالانس يعني أنا لو قطعت السلك دي هنا في النقطة دي هنا القوة دي بيكون مسنودة وين؟ مسنودة بالقوة اف دي
والا ما حيكون في بالانس، السبرينج ده ما حيكون في بالانس فيه، لكن كل السبرينجز بتلقاها ثابته في محل واحد، معناتها شنو؟ هي في بالانس او هي متزنه. طيب في نفس اللحظه القوه دي خد عملها هو اصلا الاساسي في السنتر، معناتها هي عندها عزم دوران لحد هنا، لو ضربتها من هنا القوه دي ضربتها لحد السنتر هنا بتاع الواير، المسافه دي وبيساوي دي على 2، المسافه دي على 2، لو ضربت الاف في دي على 2 بتديك العزم اللي هو التورك، بتديك شنو؟ اف في دي على 2 بيديك التورك. يعني لاحظ السلك ده بيحاول ينحني في الاتجاه ده كده كده، ينحني لان القوه دي نازله لتحت، فالقوه دي بتحاول تخلي السلك ده شنو ينحني في اتجاه عقارب الساعه كده، وهو بيقاوم عكس عقارب شنو الساعه، فدي المقاومه بتاعته زي ما هو اساسا مضغوط الى اسفل، ودي رد الفعل اللي شنو الاعلى. اذا المقطع ده بالتحديد فيه تو لودز، فيه قوه اف، يعني يكون شايل قوة F وشايل حمل تورك اسمه F في D على 2. اوكي؟ فده مهم جدا انك تعرف انه لو قطعت لك اي مقطع في سبرينج فيه تحميل، المقطع ده فيه قوتين، واحدة F اللي هو القوة المباشرة، والثاني F مضروبة في المسافة من السنتر لحد لحد من سنتر الكويل لحد سنتر الواير دي على 2، اللي لو ضربت القوة دي بتديك التورك. فالاثنين ديل هم بيكون مؤثرين على شنو؟ الاثنين، والاثنين طبعا هيسببوا بشير ستريس هنا، دين بشير ستريس ده لو قسمته على مساحه المقطع بديك شير ستريس تاو، والتورك برضه عندك معادله بتاعت الشير ستريس بتاعتها ونشوفها لاحقا.